السلام عليكم خوتي الحباب، كي نتوما لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا مزيانين وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. عدنا من جديد الغابة ديال فرنسا، وي الغابة صراحة اللي واعرة بزاف، اللي جات بين سيدي حسين بين قزنا، جات في الوسط. الغابة هادي سبق لي هضرت عليها وعملت الفيديو عليها، يعني الغابة هادي كان عايش فيها واحد فرنساوي، كان مريض في شي حاجه وجانا الغابه هادي وسبحان الله وبغى فيها، يعني وبقى عايش فيها، اللي بغى فيها بقى عايش فيها، تامت فيها هو ومار ديالو، وعنيها بالسما هو الغابه ديال فرنساوي. صراحه واعره بزاف، واعره بزاف صراحه الغابه هادي. كاين واحد العين هنايا، العين بقات انتحت شويه، سبق لي تايا وليت لكم يعني فيديو قدامين، هادي دابا طلع واحد عام اولا شي عام ونص، كنت عملت لكم واحد الفيديو عجبو عليا فيديو تاع العين، دابا العين جبانتها مجدوده مع دابا الايام وقع الحفاق وكدا جواي في طنجة، مو ماشي في طنجة، نص كما في المغرب يعني كتجدوها ما عرفتش شني كاين. المهم كما قلت لكم الغابه صراحه واعره، وعملت لكم كما قلت لكم فيديو عليا تشوف صراحه واعره، شوف اسمع الصداع ديال البعبج ديال الغابه، خصيصا الغابه اللي كيكونوا في الغابه الصباح عبد الله، ملي كتكون الحراره شعلة عارف كيكونوا هما كيغوتوا. شوفوا تو الاسكات نعم سيدي، نتوما كتصعبوا في الغابه اللي كتكون حدا البحر، حتى ما كاينش بحر هنايا، بالحق الغابه اللي كتكون حدا البحر كتكون عامره في الصيفيه، بالحق دابا هادي ما فيهاش حدا شي بحر، بحر بعيد يعني ما عمرهاش بزاف الحق، الحمد لله يعني يمكن تكون عامره بزاف، كتصدى على الراحه ديالك ومبارك عليك الناس، الناس عندك تصورني، عندك تصورني هذا مزيانه، كتبقى خاصك تصور خاصك تصور تبني الناس، هاي دابا راه كان مزيان الامور. هادشي اللي كاين، كنتمنى خوتي يكون كيعجبكم هاد الفيديو اللي كنعمل، وتبارك الله عليكم، خليكم معايا من الاول حتى الاخر، وتجيو تشوفوا معايا هاد البلاصه هادي، يعني الناس اللي باقي ما شافوهاش، والناس يجيو من هنايا، غابة ديال فرنساوي، معروفة الغابة ديال فرنساوي، يجيو الولاد، صافي حتى شمكم جات عالية، كلشي كيظهر لك كلشي، يلا خليكم معايا، تحياتي اخوتي. هانتوما اخوتي الحباب، شوفوا المنظر صراحة واعر بزاف، هانتوما كلشي كيظهر، العلو، نعم يا سيدي الهواء النقي، يا سلام يا سلام، الناس اللي كيعجبو يجلس في الغابة وكيعجبو هاد الحاد الواد اللي كاين دابا حاليا، والله العظيم يجي لنا يفتح. اي والله كانو كاين هنا، كانو كاين هنا شي ديور قزت واحد الحملة طيحوهم، ماشي هاد الديور اللي كاين هنايا وكاين تحت، وهاهي فين هي وحدة كبيرة، هاهي نقربكم تشوفو، هاهي هاهي شي نطيحة، هاهي بس الله بداو فيها كيتعا، مو مكملوش عليا بطيح، مو نص تبدا تديو هنايا وديها تحتانية، كاين ديها تحتانية حتى كاين الطريق هنايا اللويات، ديك اللوية اللي كدور هايدا كاينة تما كيدور يعاود تصلا طيحوهم عاود، يعني الديور اللي كانوا هنايا كاملين اللي كانت بلا رخصة كاملين طيحوهم، كتجلس واحد الحملة هنايا شي ديور صلا كانوا طلعو. وحاش كون كان ضربت عليهم العام كيطيحوهم حيت بلا رخصة. ها هي خوتي الغابة ديال فرنساوي، شوفوا اثارات قديمة نعم سيدي، والفرنساوي كان عايش مع الجهة ديال العين، العين الدار ديالو، العين عندو قبلتو كانت عندو الدار تماك ديالو، بقات تماك هي الدار، معرفتش واش عايش فيها دابا شي وحيد أو ما نعرف، يعني بقى نتاحت. ها هي فيك الظهر، ها هي على الله تظهركم، ها هي فين هي، ها هي فين هي، كنظهركم شوية المهم على الله تكون كظهركم، ها هي فين هي، ها هي فين هي بيضة، ها هي تما كنعيش هو، تما كنعيش تما يعني أنا قلت لكم سبق لي عملت لكم فيديو شي عام ولا عام ونص على الغابة هادي، و حالة خاصة عاود تماك مع العين والدنيا واعرة تماك زايدة مخضبة، كنعيشك بلاصة هاديك العين والدنيا مخضبة منظم زين، وانت تماك عاود
العينين تاعي شويه بالحق دابا مجدوده ما يمكنليش نهاول ندخل تماك مجدوده زربوها هاي فيني شي مزربين فيني ها الزرفين هو يعني معني بين كوس كاين الزرب هنايا وكاين كاين تسبب تحت الباب تاعي تمام ممنوع الحديد والسناسن يعني ممنوع مابقاش كيخلي النادي يدخل يعني صراحه واعره وانا بتقول نفس ما غرابه ديال فرنساوي يعني كان عايش فيها فرنساوي وكان مريض كما قلت لكم وهنايا سبحان الله برا وبقى عايش هنايا يعني عجباتو الدنيا هنايا وتاح فيها هنايا وبقى عايش هنايا وبقات هيدا قلت سما هو غابة ديال فرنسا وهادشي هدا قديم هادشي هدا هانتوما شوفو الدنيا كاملة الناس هما فين هما جالسين هنايا مالي كيتصور حيت البلاصة واعرة عالية وشي كيتصور هنايا هانتوما ما كاين الناس اللي هين ما خصنيش نبينو ما عود الناس كيجيو هاهي حيت كاين الناس كيما قلتلكم هادشي لي كاين كنا نحاكم معاكم هاد الفيديو هذا وخا سبق لي عملكم فيديو كيما قلتلكم ماشي مشكل نعاودو ونشوفو شنو كاين يا سلام يا سلام على هذا النواء النقي شوف يا سلام شوف شوف على سكاتس الغابة فين هي عود يعني نقصكم هذيك كبيرة وكاينة الغابة اللي جاية لهين الغابة كبيرة يلا اخوتي الحباب ما نجيش نطول عليكم كنتمنى اللي كيشوف القناه ديالي يدخل يتابونا معايا والناس اللي مبلين بالغابه كيجيو يتغداو ولا كيجيو يجلسوا يفتحوا يجيو للغابه ديال فرنسا يعني انا قلت لكم فين جات بين جات بالضبط جات في الوسط بزنايا جات هيدا وسيدي حسين جات هيدا يعني هي جات في الوسط اللي عنده فمو ما يتلفش يسخسي غابة ديال فرنساوي يلا اخوتي نعيشو في الفيديو نشوفو من الاول حتى الاخر يلا تبارك الله عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله وما تنساوش اخوتي راكم عزازين دائما كنقول لكم الله دوادي يلا مع السلامه تحياتي